سميتي لإدريسي رضا أختي، هذيك اللي توفات الأخت تاعتي لإدريسي مجدة. واش بغيت نقول لك؟ هادو بسبب مشاكل تاعت العائلة وصافي، هاد الشيء بيناتهم المرأة والراجل وقعوا عليه مشاكل بيناتهم، وشي عام هذا هو ما خدامش مريح، وقعوا مشاكل بيناتهم كل نهار تنصالحوا تنصالحوا حتى وقع هاد الشيء. وقع بالضبط أنه جا سمع بأنه بغات تمشي بغات تاخذ تلاقاها ويديها حتى جرة قال لها جي نهضر معاك، هي مشات معاه حتى تهضر معاه هو يدير داكشي اللي دار. كيفاش حطوا؟ انا وصلتني انا الخبر بانه دوروا لي صاحب سميتو صاحب المقاطعه، هما اللي دوروا لي ما تيعرفوني، هما اللي حضروا تما ويدور لي المقدم قال لي جي راه اختك واقع لها واقع لها. عندها شي ثلاثه، واحد كبير تبارك الله راه عنده غيكون عنده 20، واحد عنده شي 9 سنين شي 9 سنين لا عنده شي 11 عام، ولكن واحد 22 و 11 عام، والاخر عنده 5 سنين ولا 6 سنين. بالنسبه للدراري هادو دابا شكون اللي غادي يقوم بهم؟ شكون اللي غادي يقوم بهم؟ الله وانا هادشي اللي شكون اللي بغا يقوم بهم؟ الدراري مشاو ضحيه، شكون اللي بغا يقوم بهم؟ راه الله وانا هو اللي غادي نقوم بهم، واش بغينا نديرو؟ هي راه مشات هي الاخرى، وراه مشى للحبس، وراه اللي بقى لينا هو هاد. صبر 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 بس شي مقدم لا يخطر ولا لا، داكشي اللي جا عجلة وحق الله العظيم إلا فيه همكم والله زين، عرفنا والله حرام النهار، صبر صبر.